لو مات مصطفى انا هموت، انا مش قادر اعيش من غيره. كانوا متخاصمين، قال لي كده وهو كان في لندن مصطفى، وانا رحت لندن مخصوص وزرت مصطفى وهو في الانعاش، قلت له احمد بيقول لك كده واتصالحوا، واللي قاله حصل. في ذكرى حضرتك معينه تعامله كان مع حضرتك في جريده الشروق؟ لا يا فندم، تعامل حضرتك تعامل الاستاذ، عملنا معاهم قعدوا تعاملنا سنتين استاذ احمد رجب والاستاذ مصطفى حسين، مع ان احنا ما خدناهمش من بيتهم، كانوا في بيتهم وكانوا معانا في الشروق، لان العلاقه بين اخواني اليوم والشروق علاقه من ايام مصطفى بيه. كان في موقف مع حضرتك مع استاذ احمد رجب يا شباب؟ في موقف كتير الحقيقه، ابرز المواقف دي كانت ايه؟ شباب الطريق هو قصته فيه مهم، يعني هو من ضمن الحاجات اللي عملها ومحدش كاتب، عمل كتب اطفال كمان.